اهلا ومرحبا بكم في قناتي. درت بلغور القمح ودرته بحال اللي كنديرو كوسكوس، غير وشنو هي قطعت هذيك هذا الخيزو قطعته طرفات صغيرين، وحتى هذيك اللفت قطعتها طرفات صغيرين. المهم غادي نقول لكم الطريقه والمقادير. هذا طيبته في الماء؟ نو، ما طيبتوش في الماء، انا يعني نقدروا نطيبوه في الماء، ولكن على حسب، نشوفوا على حسب، ولكن الى طاو 10 دقائق او لا. انايا درت له فورته بحال كي كانت تفورو الصفه الشعريه، لان كياخذ الوقت باش ما يكونش قاسح، يكون شويه رطب. مهم على حسب كل واحد، على حسب بغا يطيبو في الماء او لا. من بعد غادي ندير، انا درت بصله كبيره، واحد فلفله، جوج طومات، الخيزو ثلاثه حتى اربعه، ومقطعين قص صغيرين، والبصله. مهم من بعد غادي نقليو شويه في زيت الزيتون، نقليو هذاك اللحم. ملي غادي نقليوه غادي نديرو عليه البصله حتى تقلى مزيان شويه، تكون مدبالة. اذا فنديرو لها هذاك الفلفل، الفلفل الاحمر مثلا، الفلفل الاحمر كيعطي لها واحد المذاق مزيان. ومن بعد غادي نقطعو هذيك الخيزو. ملي غادي نقطعو ديك ماشي يعني نقطعو ديك الخيزو هكذاك طروفات صغيره، نحطوها مع داك الفلفل تقلى مع اللحم ومع ديك البصله، وهذا ونخليوها مزيان نحركو. من بعد نحطو حتى هذاك اللفت، من نحطو اللفت مع الخيزو، ونضيفو ليه القزبر وهذا المعدنوس، شويه القزبر شويه المعدنوس كان عندي انا كونجلي. ومن بعد نديرو ليه، انا درت له هكذا العطريه توابل، درت له شويه الابزار، شويه الكركمه، شويه السكينجبير، وشويه حتى نقدروا نديرو شويه الفلفل الاحمر وهكذا. من بعد الملح، بلا ما نساو الملح، على حسب المذاق، نص معلقه كبيره اولا. اذا حتى الحمص يتقلى معاه شويه، كله الحمص يكون مرطب وهذا مقلع له القشور. من بعد غادي نخليه كل شيء يتقلى، يتقلى شويه مزيان حتى يكون مزيان مزيان داير مقلي بلا ما يتحرق. اذا نار متوسطه، فنضيفوا ليه الماء حامي ساخن ونخليوه يطيب، نخليوه يطيب. ملي غنعرفوا بلي راه يطيب طاب، اذا فهذيك الكابويه هي اللي غادي نديروها ليقطين، هو اللي غادي نديروه التالي، لان هي دغيا كتتبال دغيا فنخليوها حتى يكون طاب شويه اللحم هكذاك، غير باش تطيب وصافي، تاخذ المذاق نتاع داك هذا نتاع نتاع حدا الروا وكل شيء. اذا فهذا القمح من بعد ما يطيب في هذاك، الا طاب في الماء نقطروه، او الا طاب في الفوار في البخار فبلا ما نقطروه، غير نضيفوا ليه شويه الروا، نضيفوا ليه شويه نتاع الكسكس مثلا، هذاك الكسكس اللي داك الروا نضيفوا ليه ونحركوه معاه مزيان باش ما يكونش شابس وصافي، نخلطوه مزيان معاه. اذا فنحطوا داك اللحم، نحطوا الخضره، الخيزو، هذا اللفت، وعليه شويه الحمص، ومن بعد نسقيوه صافي. يعني اللي قلت يعني انه باش ما يكونش يابس من الاحسن نديروا ليه هذاك الروا بحال اللي نخلطوه معاه كما كنديروا كسكس، نخلطوه معاه شويه. ومن بعد صافي ملي نحطوا عليه الخضره صافي نسقيوه، نسقيوه بهذا بالروا ديالو، وهكذا كيكون بحال درت له انا بحال كسكس. شكرا للمشاهده.